تجمع عشرات الآلاف من الكوريين الشماليين في ساحة كيم إل سونغ لإحياء الذكرى السنوية 66 لبداية الحرب الكورية. إحياء الذكرى يتم عادة ما بين 25 من يونيو والسابع والعشرين من تموز، وتسميه السلطات الكورية الشمالية بشهر الكفاح ضد الولايات المتحدة. كوريا الشمالية تقول إن أمريكا هي المسؤولة عن بداية الحرب الكورية، بينما يقول مؤرخون بأن الحرب بدأت عند غزو كوريا الشمالية لجارتها الجنوبية.